السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ هانيين؟ كلشي مزيان في امان الله وحفظه. نتمنى هذا النهار يلقاكم في صحه جيده ان شاء الله. نهار جديد، فيديو جديد، قناه الهنون البوشه المتنوعه ديما معكم. راني مازال متواجده اليوم في مكناس العاصمه الاسماعيليه. المهم راني كيف كتشوفوا دابا راني في الكوزينه. اختي قالت لك والو، كيف فطرنا قالت لك والو دير لنا كسكسو. انا مشعل الكسكسو ديالك، دير لنا كسكسو كامل، ما كاين حتى مشكل. مرحبا، خرجت تقدا، جبت التقدي ما نقولش ليك. المهم انا اليوم دايره غندير لكم الروتين اليومي، كيفاش غادي نغسل المواعن وكيفاش غادي ندير كسكسو، وفي نفس الوقت غندير ان شاء الله الحريره. قالت لك بغات الكسكسو والحريره ديالي. ما عليناش ما عليناش، مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي. وكنتمنى ان نكون خفيفه الظل عليكم، وكنتمنى ان الفيديوهات ديالي يكون كينالوا الاعجاب ديالكم، وراكم معايا. مرحبا، هانتوما معايا. المهم انا دابا غادي نغسل المواعن. المهم البنات، نغسل المواعن، نرد كل حاجه بلاصتها، ندير الدجاج باش نغسله يترقد بعدا في الملح والحامض والسكينجبير والطحين. هاد القضيه هادي ديال هاد الطبقه ديال الدجاج باش تحيد منه ديك الزفوريه، وتحيد منه داكشي اللي كيكون فيه، داك هذا اللي كيكون فيه. المهم باش تحيد، انا كندير الملحه والحامض والسكينجبير والطحين فورس باش كتحيد بصفه نهائيه، والزفوره ديالو كتحيد منه. المهم هانتوما معايا، نصل بعدا المواعن ويحلها لك. نديرو الطاجين تاعهم. انا بكل صراحه ما كنديرش الطاجين، كنخدم بلا طاجين. المهم
اذا بنات انا ساليت الجمع ديال الكوزينه واخا المهم باقي كلشي مرون. المهم معليش انا نقيت الخضره دابا ديال الكسكسو، هاد الدجاج اللي قلت لكم عليه ها هو رقدته في ما لقيتش الحامض، درت الخل والملحه وسكينجبير والطحين فورس، هذا كنخليه كنساه البنات حتى سنسالي شغلي كامل عاد غادي عاد غنغسله. المهم هذه البرمه فين غادي ندير دابا الكسكسو، على بركه الله غادي نبدا الكسكسو دابا عرفتي شنو ما جبتش معايا السيبوره ديال التليفون. المهم احنا ما عليناش دابا غادي ندير الكريم جديد غنديرو في البرمه بلاتي باش نشوف واحد العطريه ندير. انا كيف قلت لكم البنات ما كنتصنعش داكشي اللي كنعرف فيه كنحطو بطبيعه الحال. ديروا مليحه اختي راه كلشي متوله، شوفوا شوفوا المعلقه البنات ديال العطريه كتقشني بالضحك كتمشي تقلب على شي حاجه. ديروا مليحه طبيعي الحال غندير شويه الزيت. المهم انا بعيده على هذا السيبوره مهجوره من الزيت شويه. المهم ما كنديروش ميدن بزاف. المهم البنات طبيعه الحال غندير شويه الحمص، انا هادشي اللي كيعجبني في الكسكسو كيعجبني الكسكسو ديالي. المهم علينا غنديرو خيزو حتى نكمل معاه والشيفرون الكرم برضه. انا ما عنديش الخضره بزاف في الكسكسو، غندير غير خيزو وكرم صافي. على فكره البنات هاد القضيه ديال الدجاج حتى ملي كتبغي طيبو ما كتبانش فيه ريحه التسفوره ولا المذاق ديال التسفوره ديال الدجاج. هذاك الطحين فورس كيحيد كلشي. وبالنسبه للمطيشه انا المطيشه ما كنحكاش في الكسكسو، كنديرها غير في الطاين كنقسمها على اربعه بقشور او كلشي ديالها كنقسمها على اربعه وكنديرها في الكسكسو. انا لا اتصنع، انا لا اتصنع البنات. نديرو فوق الفرن غندير الفول والحمص.
على بركة الله نبدأ الكسكس. الهول الفول 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 بصراحه انا كنت ما كنديرش حلقه كندير الفول هكا كل شيء خليكم معايا ما تصافيوش بيد ما حيت جمعت عاوتاني دابا هو هنايا وحطيت القصايه باش غادي نصاوب السميده وانتوما معايا انتوما البنات دابا غندير انا درت هنايا السميده بشويه الزيت وشويه الملح طبيعي الحال غادي نبسبسها وندير هاد الفوق بعد ما خليت البرمه ديالي حتى خدا كل واحد حقه في العطرية خضرة ولا انا كنظن على هاد الفيديو اللي ديال اليوم غنقسمو على ثلاثه ديال الاجزاء البنات انا بديت فيها هي كيف كتشوفوا البرمه حدايا عفوا ماشي برمه ديال الكوكوط حتى راه شري واحد الكوكوط ندير ليكم مينيت دغيا اوف راه مشات وعين كلشي كيطير صافي هادي
كتشوفوا البنات انا الحريره بديت فيها، درت الحمص القزبر المعدنوس والكرافس وتقطقت بصيله، ما عنديش الاضاءه مشكله سمحوا لي البنات والله فوالا. والعطريه من طبيعه الحال، شويه ديال الزيت وسمينه، وهذا بالنسبه للمطيشه انا كنسلقها عاد تنديرها. خليكم معايا ما تزابيوش، حنا غادي نرجعوا ان شاء الله. بنات العشيه هذه غندير لهم حريشات صغيورين في الفران بالكوك، راه ديجا عندي انا في القناه، ما فيها بس نعاودوا المقادير. 4 البيضات، كاس ديال السنيده، كاس الزيت، دام ديال البنان، وثلاثه الخمارات، وفانيا وحده، وقبيصه الملح بطبيعه الحال. ونخلط، انا ديجا راه درت المقادير ديالي. هنا بحال اللي دينا عباد الله، كاين احسن من اللي دينا بكل صراحه. صافي الحريره ديالي راه طابت، غادي ندورها ونحطها نيتنا الحريشات كيعجبوهم بزاف. شدق شنو كيدير الشي، حريشات كيجيو زوينين كبيرة. المهم بزاف نخلطهم ونعاود نرجع ليكم مصافيش. شوفوا البنات المهم انا غادي نولدها كامله تنساليو هانتوما معايا، هانتوما معايا وهانتوما معايا. تحيه خالصه من هذا المنبر لختي فاطمه صوفيا، كنقول ليها واحد الاحترام واحد الحب. المهم هنسالي ونوريكم شكل من الاراحة، ديجا انا عندي القناة نسالي وانا معاكم. المهم البنات درت الحاشات ديالي كيطيبو بطبيعة الحال، دابا كنوجد البسطيلة، درت السدورة ديال الدجاج، درت عليهم اللقامة بطبيعة الحال، اللقامة ديالهم راه معروفة بسمينة زيت العود وهذا الزعفران والزغدار شوية ديال المهم راكم عارفين العطرية ديال البسطيلة. وهانتوما معايا الحريرة ديالي راه طوبت، كنتسنى غير الوالدة والبنات يدخلوا من على برا بشوية سالا وأنا معاكم. مرحبا. بالنسبة لحريشات البنات ها الشكل النهائي ديالهم، ما عرفتش الفران ديال ختي ما فهمتش ليه، المهم شويه تحمروا لي من الفوق ولكن معليش، هما كيجيو بنانين بزاف بزاف بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو مفقعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم.
ومرحبا. هاني البنات، هاني هاني هاني، ندير الكوره الثانيه. طيب البنات البرد عندهم هنا في الناس، ما يبغوش يكون البرد وقاصح قاصح. دابا كنرمي الخضره اللي بقات عندي. اختي مع عندها الكوزينه صغيره وما لاقيش الشيف ندور. بون صافي، كندير لها التشويره الثانيه من بعد التعاود ونسقيو بالصحه والراحه. نفس الوقت انا راه كنطيب نطيب الحريره دابا، غادي عفوا غادي نطحن غير مطيشه. ديجا درت كلشي في الكوكوط، حمص العدس الربيع والبصله الاقامه. عندهم واحد السميده غزاله البنات هنا في الكناس، عندهم واحد السميده خطيره 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 يا بنات خطيره. دائما تنقول لكم انا لست متصنعه، داكشي اللي كنديرو كنحطو لكم. انا ما كنعرفش نقص من الفيديو ولا كان والو. تقولوا البنات مازال متأخر هادشي مازال. مازال يا البنات متأخرة. اختي كطلع ليا من الباب تقولي واش ندخل زعما واش مديرش الفيديو. المهم عندهم واحد السميدة خطيرة غزالة، عندهم السميدة كلشي بحقيقة عندهم زوين. عندهم واحد الطحين زويون ديال الزرع، هداك تنديه معايا أنا من هنا للدار. وباش كندير كنعجن الخبز أنا قلت لكم هاد الفيديو خصني ندير فيه ثلاثة الأجزاء. نسقي ليهم وفا
في نفس الوقت الحيره كطيب. وعاد الطبخه الثالثه هي اللي قلت لكم راه اليوم غندير ثلاثه الاجزاء في هذا الفيديو. خليكم معايا بيد المطحن حيت غيكون صداع بيد المطحن مطيشه باش نديرها في الحريره. وعاد نرجع لكم البنات بقاو معايا. اذا البنات طحنت مطيشه انا درتها هنايا في هذه في الكوكوط. ها هي الحريره دابا ديالنا غتوجد ان شاء الله. نديرها دابا الطيب ان شاء الله بحولي. دابا المشكل ديال هذه الكوكوط هذه راه اش غنقول لكم، فرا مشات وعي، كلشي فرا مشات وعي والله العظيم. بون انا غادي نمرقها وندير هاد ندير هاد الطيب نيشان، هانتوما معايا ما تزربيوش. المهم البنات ها هي الفرا الثالثه والاخيره والاخيره. البنات انا غادي نسقي في كسكسو دابا هو طاب نسقي وكسكسو الحيره ديالنا راه كطيب. كيفاش ليكم ولا كيفاش ليكم؟ عرفتي انا متعصبش مع السيفورا مجاش تعصبت، لكن معليش البطاطا يا خويا دائما متواجدة. واش كيكون الدراري كيحماقو على البطاطا في الكسكسو، ونديرو هادي باش نديرو. المهم تكون طائبة طيبة طيبة طيبة. Thank you.
خلات ماما اللي فوق منها صار لي تحت منها هادشي اللي عطا الله. المهم السكس ديالنا هو هذا هادشي ديالنا جهد هاهو البنات شكرا نتمسحو ليا المهم باقا الحريرة خليكم معايا متزرطيوش البنات على بركة الله غادي نجمع ان شاء الله البسطيلة ها الورقة ها الصينية فين غندير حيت ختي معندهاش الفران ديال الضو باش غادي يكون عندو ديك الصينية مدورة هذا اللوز هذا البيض و هادي الزبدة باش غادي نلوي هذا الدجاج بالنسبه ليا انا البنات ما هنا ما كنديرش كاع السكر بصفه نهائيه ما كندير لا عسل لا كندير حدي كندير المسكه الحره وشويه ديال القرفه صافي بالنسبه لهذه غتشوفوا سنيده والقرفه غتعجبوا انا هذه هي طريقتي الخاصه باش كتجي شويه واحد شويه حلوه بالنسبه اللي فيهم السكر ولا ياكلوها يعني ما كتجيش حلوه من الداخل بزاف هانتوما غتشوفوا الطريقه ديالي انا كيفاش كندير ليها وهانتوما معايا على بركة الله البنات غنبداو بسم الله هانتوما تشوفو كيفاش غندير ليها انا انا حتى الاخر غادي ندير طنطير الزبده زعما تنقاد الورق ديالي كيف بغيت انا وعاد غنقاد عاد غادي ندير الزبده هكا ندير الزبده ما بين ورقه وورقه باش تجي مهرمشه مقرمشه مقرمشه اول حاجه باش ما تجيش مدنه بزاف وثاني حاجه كتجي مقرمشه من تحت تبارك الله العيالات المغربيه راه كلشي حادقات كلشي كيعرف يدير البسطيله كيبانش ليكم ديزولي البنات ما عرفتش فين غنحط التليفون باش يبان لكم يعني شنو كندير المهم انا مرضان غنحط التليفون هنا باش تشوفوني شنو كندير المهم بالنسبه للسنيده البنات ها كيفاش قلت لكم بالنسبه للسنيده والقرفه هكا كندير لها يعني كل طبق كندير فيه شويه سنيده وقرفه كتجي هائله البنات غير جربوها ما تخافوش منها كتجي رائعه جد 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 رائعه دابا بالنسبه للدجاج غنبداو به هو الاولاني بسم الله نعمرو الجناب باش تجي طالعه انا من غنسالي البنات ونوريكم كيفاش
أبخي غنزيدو ندير واحد الورقه نحط منها. ما كاينش تبارك الله حنا المغربيات الحرات راه كلشي كيعرف يصاوب بسطيله. يلاه يلاه صحاب التناقض يلاه يقول لك عاوتاني علاش درتي البسطيله العالم تيعرف البسطيله. اه العالم كاع ولكن انا كنوريهم طريقتي عاديه جدا. كنديروا ورقه واحده اخرى وكنديروا كنديروا ثاني دور. البنات غير جربوها هذه ما غتندموش عليها لان كتجي بنينه وانا متاكده منها. والجناب البنات ديال هاد سميتو غديروا فيها غديروا فيها الزبده الزبده شنو كتجيش تجي زوينه. دابا غنديرو البيض. غنديرو البيض ديال البنات غنديرو البيض عندي واحد الشط ندير واحد الحيطه صغيرة انا الطبق ديال الطبقه ديال البيض ما كنديرهاش عاليه شفتيش بين فيها البيض غير شويه ما عاليهش بزاف غير شويه با هكا يمكن كي ما كيبانش قلت لكم البنات ما كاينش شي واحد بدا لي شد لي التليفون يعني باش وسمحوا لي والله الا سمحوا لي ما مكنقصرش من جهتي ولكن هادشي اللي عطى الله السيبورا ما جبتهاش معايا من الدار ما عندي ما ندير هكذا. غتقولي علاش ما كديريش الزبده ما بين انا ما كنديرش الزبده بزاف وقلت لكم ربما من الدار فيكم انا الزبده باش ما كتجيش من يد ما وكلشي ياكلها. كنديرو غير من الجناب ديالها انا حتى اللوز ما كنديرش فيه الزبده باش ما كيجيش من هو ديجا مقلي في الزيت وتزيدوا الزبده بزاف. انا متاكده البنات ما غتجيكمش حلوه بزاف انا تخافوش. بسم الله الوقت ما هبطش لتحت. المهم البنات قدوها كتجي بنينة البنات هادي كتجي بنينة تجي بنينة وفي نفس الوقت ما ميدناش وما كتجيش حلوه بزاف. انا راه قلت لكم البنات ما كنديرش فيها العسل ندير شويه زيت صافي ونجمع هادي نجمع دابا هنا فين غندير الزبده اي ورقه جمعتها ندير فيها الضيق 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 اختي الضيق معليش معليش هنا ندير الزبده هنا الزبده فين غتولي
معايا على الطريقه، عاد من بعد نكمل هذيك الصوره. المهم البنات ملي غنجمعها راني غادي نرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. دابا راني تبرزت مع الكاميرا ما كتشدش ليا مزيان. المهم انا معاكم. اذا البنات ها الشكل النهائي ديال الستايله. ضروري ملي غادي طيب غادي نوريها لكم، هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا راه غندخلها للفران ان شاء الله هانتوما. كتجي زويونه في الحقيقه، وحتى المذاق ديالها لداخل كيجي رائع، جد رائع. المهم ما تزابيوش معايا، خليكم راكم هنايا انا راجع لكم. اذا البنات ها هي خرجت من الفران، ها هي كتجي لهذا الشكل. اسمحوا لينا الا كانت شي وحده كتوحم تسمح لينا. وهانتوما معايا البنات، انتهى الفيديو ديالي هذا النهار. كنتمنى انه يعجبكم بزاف، وكنشكركم بزاف لانكم كتفرجوا لي في الفيديو ديالي. بكم ان شاء الله غادي نطلع، وبكم ان شاء الله غادي نتالق ونزيد مازال القدام. كنشكركم بزاف وبزاف 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 وبزاف. كنقول لكم ما تنساونيش في لايك، لا من تفرجوا في الفيديو لايك، ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس اللي كي يصلكم الجديد. وشكرا بزاف بزاف بزاف، كنموت عليكم وكنحماق عليكم.